إلى التفاصيل، أعلنت الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الجنوب عن البدء بالتشغيل التجريبي للوحدة الأولى في كل من محطتي كهرباء ذي قار والسماوة المركبتين والمنفذة من قبل شركة أمريكية بالتعاون مع ملاكات الشركة الهندسية والفنية بواقع 750 ميجاوات لكل محطة. وأضافت الشركة أن من المؤمل ربط الوحدتين بالشبكة الوطنية في الأسابيع القليلة القادمة، ما سينعكس إيجابيا على زيادة عدد ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين.